السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في خصائص الكائنات الحية. بماذا يتميز الكائن الحي؟ باش كيتميز الكائن الحي الهدف التعلمي، باش الهدف ديالنا شنو هو؟ هو أنني كنميز أميز الكائنات الحية عن الأجسام غير الحية. كائن حي راه من خلال كلمة حي، حي أنه كيحيا، كيعيش، كياكل، كيشرب، كيتنفس، كيتغدى، كيتوالد، ها من بعد كيموت اخر المطاف ديالو. اذا هذا كائن حي، والكائن غير الحي ما عندوش المواصفات، هذه المواصفات الاخرى لا، يعني عايش وكاك بحالاش، غنقول لك بحال هذا الستيلو مثلا. هذا الستيلو حي، كائن غير حي، كيتوالد الحمد لله لا يتوالد، يتنفس يتغدى لا يتغدى، صخره حجره كتنفس لا تتنفس، كتوالد ما كتوالدش. هذا هما الكائن الحي والكائن غير حي، اي ما كيعيش. صافي، انطلقوا. اذكر اسماء بعض المكونات وسط طبيعي بجوار سكنايا او مدرستي. بحالاش؟ بحال هادي النمله. واش النمله كتحرك، كتاكل، ها كتنفس، كتعيش، كتوالد؟ نعم. كائن حي. دعسوقة تهي. نعم. كائن حي. نعم. عصفور. نعم. كائن حي. دودة كائن حي. نعم. صخرة لا، غير حي، كائن غير حي، كائن ولكن غير حي. لقاش ما كيتوالش، ما كيتنفس، صافي ما كيتغداش. زهرة. نعم. زهرة تهي كتوالد وكتنفس، الا ما كانش الهواء كتموت. الا ما كانش التربة فيها الاملاح المعدنية كتموت. اذا هذا هو باش نعرف. اذا اتساءل شنو هو بماذا يتميز؟ بماذا يتميز الكائن الحي. باش كيتميز الكائن الحي؟ يتغدى. يتوالد. يتنفس. ويموت. اخرك يموت. شي واحد لقيتو كيموت، لحقاش مادام هو حي كيجي واحد هكذا كيموت. كل من عليها فان، كلشي غادي يموت. اذا كائن حي غادي يموت في الاخر. اختبر. اثناء خرجات دراسية إلى الغابات التقطنا صورا لبعض مكوناتها للتمييز بينها. الصور الأولى الدعسوقات كثار، هما يتوالدوا صغار وغدا بزاف كيتكاثروا. يعني هذه الدعسوقات كيتوالدوا. هذا شنو كيبان؟ هذا كيتغدى. هذه السحلية كتاكل هذه، هي كتغدى. يعني كتغدى. هذه صخور، نوع من الصخور، حجيرات صغيرة. هذه نبته خضراء، ها هي. هذا مياه، ها هي مياه راكده حابسه. هنايا غزال ميت، ها هو ميت. هنايا ازهار، ها هي ازهار، الزهره فيها، ها هي ازهار. هنايا الحوت، كتسمى الحوت الكبير، ذاك الحوت ها هو كيتنفس، كيطلق عنده حوت تقيب تماك باش كيخرج ذاك الماء كيتنفس. اذا اكتبوا ارقام صوري، غير ارقام، ديما تبع السؤال شنو كيقولوا لك. أرقام صور هذه المكونات في إحدى الخانات. حيوانات، نباتات، أشياء أخرى. ما هي الحيوانات؟ دعسوقات. رقم واحد. سحلية. حيوان. جوج. صخرة. لا. حيوان. لا. شنو؟ هذيك أشياء أخرى. أشياء أخرى. ما حيوان ما نبات. أشياء أخرى. مزيان. انا كنجربك وشوفوا مع الاصدقاء كيفاش داكشي كيفهموا. بحال انت حاول تساؤل، دائما التساؤل مع نفسك، تتساءل مع نفسك. هذه نبته. نبته نقولوا حيوان. لا، نباتات. اربعه. مياه راكده، ماء، الماء. ماء واش حيوان ولا نبات؟ شيء اخر. اذا خمسه. غزال ميت. حيوان باينا.
زهرة نبات. نبات سابعا هنا. والحوت الضخم الكبير يعتبر الحيوانات. يتبع حيوان، حيوانات يعتبر من الحيوانات. كندور تمني هنا. إذا كنظنوا لي سهلة ومفهومة، أنت اللي يمكن لك تجاوب عليها كما جاوبتها لينا. أكتب أرقام الصور التي تعبر عن التغذية، اللي تعبر عن التغذية. شي حاجة، شو حاجة، شي حاجة كتاكل شي حاجة. يلا هذه كتاكل؟ ها؟ ما كتاكلش. هذه كتاكل؟ نعم. هاي شادة هذه وكتاكلها. إذا غنديرو هذاك هو الرقم ديالها، غنديرو رقم اثنان هنا. هذا الرقم ديرو هنا. التغذية هو هذا. الموت، شنو ديال الموت اللي كيعبر على الموت؟ هي غزال ميت. إذا سي ستة. التوالد كيتوالدوا. كيتوالدوا. ما شفتش شحال توالدوا ولا بزاف. رقم واحد. واحد. التنفس، شي حاجة كتنفس. التنفس الديلفين الحوت أو كيتنفس. الحوت. رقم ثمانية. استنتج مميزات الكائن الحي. الكائن الحي من خلال هاهي، هاهي بانتنا، هاهما من عطاهم لنا هادو، راهم أنه شنو كيدير؟ هي استنتج مميزات الكائن الحي. الكائن الحي باش كيتميز؟ بيئة، أول حاجة يتغذى. التغذية تو و و خلو الموت ولا الأخراني، خلو الموت ولا التوالد. التوالد 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 و التنفس فوسو و والموت الموت. إذن هذوما خصائص الكائن الحي. أي كائن حي كيتغدى، كيتوالد، كيتنفس، وتيموت. صافي هادو عرفوه. أملأ الفراغات بما يناسب المياه. يتوالد حية زهرية، يموت يتغدى. توجد في الطبيعة كائنات، كائنات كي دايرة؟ حية. حية ديما عقلوا عليها. حية. الكائنات حية. حية. كائنات حية كالحيوانات والنباتات. هذه الكائنات الحية شنو كتكون؟ إما حيوانات إما نباتات كما شفنا هنايا. كما توجد أجسام غير غير حية. حية أجسام أخرى غير حية. أجسام أخرى غير حية. أجسام حية وهي كائنات حية وكائنات غير حية. كالصخور شفنا هيا الصخور غير حية. و والمياه. هيا والمياه. إذا يتميز الكائن الحي بأنه يتنفس. زيدي يتنفس. يتوالد. يتوالد راهي هيا. يتوالد. يتغذى. يتغذى. هيا. يموت. 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 دبقة لدى زهرية ما عرفتش. كما توجد في الحياة الطبيعة كائنات حية كالحيوانات والنباتات. كما توجد أجسام غير زهرية كالصخور. لا يمكنش. أو والمياه. إذن هذه كانت خطأ. الزهرية ما كانش توضع تما. إذن نمشيو بعد أستثمرو جوكوش. إذن حقشنا توجد في الطبيعة كائنات حية كما توجد أجسام غير حية. هذه خصها تكون كانت حية وغير حية. هيا كائن حي إتخ فيفون. غير حي نون فيفون. التربه لو سول. جو كوش لا كاز. كنكوشي الكاز. هو هذا الكاز كيتسمى الكاز. وهذا مربع. سو لا فوتو تحت. سو سو هي تحت. لا فوتو لا فوتو ها مال لي فوتو دو شاك اتر فيفون. اتر فيفون. اتر فيفون. اتر فيفون شنو هي؟ يعني الكائنات الحي. الصخره كائن حي؟ لا. Être vivant? Non. Non. Plante, être oui, vivant? Oui, oui. Oui. L'eau, être vivant? Non. Non. L'ordinateur, être vivant? Non. Non.
فورمي النملة. وي الى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله والى اللقاء. Thank you.